السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده هيكون الجزء الرابع في شرح خطوة السيت أب. الأجزاء اللي فاتت بدأت شرحت من أول ما تفتح خطوة السيت أب لحد الريفرنس فاليو، وقفنا عند الريفرنس فاليو، ودلوقتي هنبدأ نشرح الخطوة اللي بعد كده وهي خطوة السوليوشن ميثود. دلوقتي هنشرح شوية حاجات نظري عشان تبقى فاهم السوليوشن ميثود أو الطريقة اللي البرنامج بيستخدمها وبيتبعها في حل المعادلات. السوليوشن ميثود بتعتمد على السولفر اللي احنا اخترناه، السيرفر اللي هو البريشر بيز والدنسيتي بيز. البريشر بيز بيسمى البريشر فلوستي كابلينج. اول نوع من البريشر فلوستي كابلينج نوع اسمه سيمبل، اختصار لسيمي امبلت ميثود فور بريشر لينكد ايكويشن. ودلوقتي ايه هي الخطوات اللي بيمشي عليها البرنامج ما بنختار اول نوع هو نوع السيمبل؟ اول حاجه أو step 1 guess the initial pressure، بنخمن قيمة الضغط وبنستخدم التخمين ده أو القيمة الضغط اللي أنا خمنته في بداية الحل فقط. استخدم قيمة الضغط ده في حل momentum equation عشان أحصل على الـ velocity component. الخطوة رقم 3 بحل معادلة الـ pressure correction equation، معادلة تصحيح الضغط، بحصل منها على correct pressure، بستخدم correct pressure في الحصول على ال velocity correct velocity component من معادلات المومنتم. الخطوة الرابعة ببدأ أحل ال energy وال turbulence وباقي المعادلات اللي أنا محتاجها أو اللي أنا استخدمتها في البرنامج. خامس خطوة بقعد repeat the process iteratively for all cells، بعيد الخطوات اللي انا عملتها من خطوة 2 لحد خطوة 4 باستخدام الكوريكت بروسيس. بمعنى ايه؟ انا طلعت النتائج من خطوة رقم 4. الخطوة رقم 5 باخد النتائج واطلع بيها على خطوة رقم 2 واعيد الموضوع تاني. بنسمي الموضوع ده او الطريقة ديت الاتريتيف بروسيس. بوقف البرنامج امتى او بوقف الحل امتى؟ اللي يقول لي solution is conversion أو يحصل للـ iterative process conversion، الحل بيتوقف البرنامج يوقف الحل كده يكون الحل خلص. ايه بقى هو الـ iterative process أو الـ iteration؟ أنا في مثال هشرح لك عليه كل حاجة دلوقتي. ده مثال بسيط عن الـ iterative process. أول حاجة عندي الـ x 0 1.6 ده initial value، بعد كده iteration رقم 1 اللي هو الحل رقم 1، هي معادلة بحلها استخدمت الـ initial value اللي عندي في المكان ده، ده المكان اللي فيه المتغير. التاني ناتج 1.712، iteration رقم 2 المكان المتغير أو المتغير اللي عندي استخدمت ناتج الـ iteration رقم 1 1.712، اداني ناتج. استخدمت ناتج الاتريشن رقم 2 في الاتريشن رقم 3، ويستمر الموضوع ده كل الاتريشن اللي بعد كده. يعني لو جبت الاتريشن رقم 20 تلاقيها مستخدمة 1.9969، تلاقيها مستخدمة في الاتريشن رقم 21. طب انا بفضل بستخدم الاتريشن ده لحد امتى؟ لحد ما بيحصل conversion. امتى بقى بيحصل conversion؟ لو انت كده جيت بصيت على نواتج الاتريشن وجيت هنا اول اتريشن واحد واتنين، وجيت هنا طرحت اتريشن اتنين من اتريشن واحد، ناتج اتريشن اتنين من ناتج اتريشن واحد، تمام؟ تديك هنا ايه؟ واحد ناقص واحد صفر بوينت صفر سبعة ستة ناقص اتنين أربعة، سبعة أربعة 1.888. لو جيت هنا الاتريشن رقم 12 و 13، جيت طرحت اتريشن 13 من 12 ديك 0.004 وبعدين لحد باقي الارقام. لاحظ هنا ان التغير جه في تاني رقم بعد الهام، ال 12 و 13 جه تغير في تالت رقم بعد العلامة.
بعد كده لو جينا 22 و23 تلاحظ إن التغير في رابع رقم بعد العلامة، واحد أصبحت 0.0004. لو جينا في آخر الإيتريشن 32 والإيتريشن 31 لاحظ هنا إن هنا هو 0.00009.45 وباقي الأرقام. أنت لو لاحظت هتلاقي إن كل ما بعمل إيتريشن، كل ما عدد الإيتريشن بيزيد، كل ما كان الفرق بين الإيتريشن والإيتريشن اللي قبلها يبدأ يقل. تمام، امتى بقى بيحصل كونفرجن؟ بيحصل وقت ما يبقى الايتريشن طرح الايتريشن اللي قبله يبقى صغير جدا لدرجة إهماله، مش هيأثر معايا في الحال. يعني مثلا نفترض إن أنا ايتريشن رقم 100، بعدين التغير هيبقى مثلا في الرقم العاشر بعد العلامة، يعني يطلع 0.0000 عشر أصفار، بعد كده التغير هيبقى فيه الرقم العاشر بعد العلامة، ده ساعتها بيبدأ إهمال. طبعا ده مثال، والبرنامج ليه طريقة تانية الإيتريشن، أو ليه طريقة تانية في الشغل يعني، لكن ده مثال بسيط للإيتريشن بروسيس أو الإيتريتيف بروسيس. تمام، أول ما بيحصل بقى الكونفرجن الحل بيقف. ولاحظ إن عمر ما في إيتريشن واستخدم هتبقى شبه الايتريشن اللي قبلها، يعني عمر ما هيبقى فيه مثلا لو حليت ايتريشن رقم مليون عمر ما الناتج بتاعه هيبقى نفس ايتريشن رقم المليون الواحد، يبقى فرق قليل جدا، لكن عمره ما في ايتريشن الناتج بتاعها هيساوي الايتريشن اللي بعدها. تمام، واقفين هنا. بعد كده البرزنتيشن ايه ده، مخطط بيشرح اللي انا قلته في الخطوة اللي فاتت نفس الشرح، بس ده مرسوم يعني كخريطة. بعد كده عندنا حاجة simple modified algorithm او simple family، هو العلماء والمتخصصين في المجال حاولوا يعدلوا على simple. بعدين اول حاجة عندنا عملوها simple c simple constant. تمام، ايه هو سيمبل كونستانت؟ هي نفس السيمبل بس ضافوا معادله تحتوي على ثابت معين، تقدر لو انت دخلت اي مرجع او اي او بحثت عن السيمبل فاميلي او السيمبل او البريشر فيلوسيتي كابلنج هتلاقي في شرح للسيمبل كونستانت والثابت بتاعه. وبعد كده عدلوا كمان تعديل وضافوا سيمبل ار او سيمبل ريفيست، وآخر تعديل عملوه في السيمبل هو البيزو اختصار لبريشر امبلست ويز بليتنج اوف اوبريتور. السيمبل ار والسيمبل سي ده كان إضافة لثوابت أو معادلات، البيزو هي نفس السيمبل لكن الإضافة الوحيدة إن هو عمله تو كوركشن ايكويشن. تمام، لاحظ معايا المخطط ده أو في الخطوات اللي أنا شرحتها في السيمبل، شرحت إن إحنا بنحل معادلة كوركشن واحدة بتحصل منها على كوركت بريشر وكوركت فيلوسيتي، لكن في البيزو بنستخدم تو كوركشن إيكويشن، كوركشن أولى بعد كده بستخدم الناتج كوركشن الأولى للحصول في الكوركشن التانية، بستخدم ناتج كوركشن التانية في حل المعادلة. تمام، وده كده شرح للسيمبل فاميلي. بعد كده معايا الجوريزم مختلف شوية عن السيمبل فاميلي بنسميه الكابلت الجوريزم. ايه الفرق بين الكابلت والسيمبل فاميلي؟ لاحظ معايا ان في السيمبل ما جيت شرحت ان هنا بنحل المومنتم اكويشن، بعد كده من المومنتم اكويشن بنحل البريشر كوركشن، بعد كده بنحل باقي المعادلات، كل معادلة بتتحل لوحدها، مفيش معادلات أو معادلتين تلاتة بيتحلوا مع بعض. قبل ده موضوع مختلف، إن أنا بحل الكونتينيوتي والمومنتم والإنرجي بيتحلوا المعادلات دي كلها مع بعض. تمام، فده الفرق بين الكابلت والسيمبل
family. السؤال المهم دلوقتي، امتى استخدم كل نوع فيهم؟ اول حاجة عندنا simple is the default، مناسب لجميع الحالات، حتى هو البرنامج هقول لك الدفت. بعدين تقدر تستخدمه في موظف بأي حالة أنت عايز تستخدمه. الباقي كله زي سيمبل سي أو البيزو أو الكابلت بيتم استخدامه في حالات معينة، بيبقى أفضل استخدامه من السيمبل، لكن السيمبل ينفع في كل الحالات. تاني حاجة معانا السيمبل سي يستخدمه إمتى؟ في بعض المشاكل أو بعض بروبلم يبقى هو مفيد فيها، أفضل من السيمبل الجوريزم. لكن انا ما شفتش مثلا، ما فيش مثلا حالات ممكن اقول لك لو افضل فيها، لكن لو لقيت بحث او لقيت فيديو بيستخدم سيمبل سي، هو بيستخدمه عشان الحاله ديت، الحاله المعينه اللي موجوده اللي هو شغال عليها، سواء في البحث او في الفيديو. تمام. بعد كده البيزو تستخدم، او اقول له هو حتى كده كاتب لك هاي highly recommended، يعني يفضل استخدامها يعني جدا. transient أو الـ unsteady flow تقلل وقت الحل كتير في الـ unsteady flow. coupled آخر واحدة معانا for transient flow using coupled algorithm is necessary when the quality of the mesh is poor. وقت ما يبقى عندك quality of mesh is poor، ضعيفة يعني quality بتاعت mesh قليلة جدا، استخدم الكابلت أو في حالة الـ High Speed Compressible Flow. طبعا شرحت إن الـ Pressure Based تستخدم الـ Compressible والـ Incompressible Flow. لو أنت عايز تستخدم Compressible بتستخدم الكابلت Algorithm، لكن لو أنت مش عايز تتعب دماغك أو مش عايز أو مش عارف هتختار أنهي واحدة فيهم، بتختار الـ Simple على طول، بتسيبها الـ Default اللي موجود في البرنامج. تمام. فاضل حاجة صغيرة أشرحها. لما بنيجي نختار الـ Simple C أو البيزو بيظهر لنا حاجة اسمها Sequence Correction، قيمته بتساوي صفر في الـ Simple C وقيمته بتساوي واحد لما نختار البيزو. إيه هو الـ Sequence Correction؟ عشان المش يكون جيد لازم شكل الـ Element يكون منتظم، زي ما كنا شكل الـ Element في 2D عبارة عن مثلث أو شكل رباعي، لازم يبقى الشكل منتظم الأضلاع، منتظم الزوايا، زي ما واضح ده مثلث بتساوي الأضلاع وده مربع، ده كده أحسن مش. لكن طبعا ما بيحصلش كده على طول، في حاجة اسمها سكواب مش، اللي هو الإليمنت بيحصل له إن في ضلع بيبقى يحصل له ستريتش، بيبقى أكبر من الأضلاع التانية، وده بيبقى غلط في المش. بعدين هما بيستخدموا الـ Sequence Mesh Correction عشان يصححوا الـ Mesh اللي هو الـ Squad Mesh، لكن طبعا احنا ما بنستخدموش ومش هنسيبه هو زي ما هو. لو عايزين بنعدل، بنعدل في الـ Mesh أفضل. لما بتيجي تختار البيزو بيظهر لك حاجة زيادة Neighbor Correction. Neighbor Correction ده ليه علاقة بالـ Iterative Process اللي بتحصل لما تختار البيزو. طبعا احنا بنختار البيزو عشان في الترانزيانت او الانستيدي فلو عشان تقلل لنا وقت الحل، ده بيبقى ليه علاقه بال اتريتيف بروسيس وبيقلل لنا وقت الحل في البيزو. لكن برضو احنا ما بنغيرش فيهم اي حاجه، بنسيبهم الديفولت زي ما هو. دلوقتي هفتح البرنامج، بفضل فيه حاجه واحده اشرحها، هي الفيرست اوردر اوف ويند والسكند اوردر اوف ويند. أول ما تضغط على الميثود بيظهر لك تاسك بيج سوليوشن ميثود بريجر فولستي كابل، عشان احنا مختارين هنا ايه بريجر بيست، بعدين لازم يظهر لي بريجر فولستي كابل. أنواع سيمبل، سيمبل سي، بيزو، كابل. احنا هنا مختارين في الجنرال ترانزيانت، بعدين يفضل ان احنا نختار البيزو، لكن مفيش مشكلة لو انا اشتغلت على السيمبل. تمام. البيزو هيقلل لي وقت الحل، بعدين انا افضل ان انا اختار البيزو. طبعا ظهر لنا السيكونس كوليكشن والنيبر كوليكشن زي ما واضح كده.
واختار الكوبلت ما بيظهرش حاجة. بعدين انا دلوقتي اختار البيزو. ايه بعد كده عندنا موجود في الـ solution method الـ special discretization ايه gradient. gradient ليها علاقة توزيع الحل على الجريد والمش اللي عند موجود عليه، بنسيبها زي ما هي ما فيهاش شرح. pressure كذلك توزيع الضغط على الدومين اللي عندنا او الجريد اللي موجود عندنا. المهم عندنا هي المومنتوم، فيها حاجتين مهمين first order upward والsecond order upward. الاوردر في السي في دي بيعبر عن الايرور اللي موجود في المعادله عندنا. بعدين كل ما الاوردر قل كل ما الايرور زاد والحل دقته قلت، بس في نفس الوقت بيديني وقت حل قليل والحل بيبقى ستيبل اكتر. كل ما الاوردر زاد كل ما كان الايرور قيمته قليله والحل الاكيوريتي بتاعته اكبر، بس في نفس الوقت بيزود لي وقت الحل والحل بيبقى unstable أكتر طبعا. وده رسمة لشكل الحل استخدمت first order upwind و second order upwind. زي ما واضح الفرق بين الاتنين فرق كبير. بعدين عشان اتجنب ان انا اطول وقت الحل او يبقى الحل عندي unstable بعمل ايه في بداية الحل بستخدم first order upwind حوالي 100 iteration، بعدين بوقف الحل بعد كده وحول ل second order upward. تمام زي ما واضح قدامكم في الشرح. هو هتلاقي يعني لو لقيت حد بيعمل كده فهو بيعملها عشان كده. بداية الحل هيستخدم الفيرست 100 iteration 200 iteration على حسب الحل اللي عنده، وبعدها بيروح جاي موقف الحل ومحول ل second order upward. الاوردر في السي في دي بيعبر عن الايرور اللي موجود في المعادله عندنا. بعدين كل ما الاوردر قل كل ما الايرور زاد والحل دقته قلت، بس في نفس الوقت بيديني وقت حل قليل والحل بيبقى ستيبل اكتر. كل ما الاوردر زاد كل ما كان الايرور قيمته قليله والحل الاكيوريتي بتاعته اكبر، بس في نفس الوقت بيزود لي وقت الحل والحل بيبقى unstable أكتر طبعا. وده رسمة لشكل الحل استخدمت first order upwind و second order upwind. زي ما واضح الفرق بين الاتنين فرق كبير. بعدين عشان اتجنب ان انا اطول وقت الحل او يبقى الحل عندي unstable بعمل ايه في بداية الحل بستخدم first order upwind حوالي 100 iteration، بعدين بوقف الحل بعد كده وحول ل second order upward. تمام زي ما واضح قدامكم في الشرح. هو هتلاقي يعني لو لقيت حد بيعمل كده فهو بيعملها عشان كده. بداية الحل هيستخدم الفيرست 100 iteration 200 iteration على حسب الحل اللي عنده، وبعدها بيروح جاي موقف الحل ومحول ل second order upward. فاحنا هنا عندنا في البرنامج هنخلي مومنتوم فيرست اوردر وبوينت، وبعد ما يعدي وقت من الحل اروح جاي مغيرها لسكند اوردر اب. بعد كده عندنا التربلنس كاينتيك انرجي التربلنس ديسيبيشن ريت الانرجي. ايه التربلنس كاينتيك انرجي؟ لو جيت هنا للموديل التربلنس هنا اخترنا في التربلنس موديل كي ابسلون كي بيسموه التربلنس كاينتيك انرجي، والابسلون بيسموه تيربلنس ديسيبيشن ريت. طب وايه كي اوميجا؟ كي هي تيربلنس كينيتيك انرجي، الاوميجا سبيسيفيك ديسيبيشن ريت. بعد كده معادله الانرجي اللي احنا اخترناها في الموديل، طبعا احنا ما بنغيرش فيها، بنغير هو بس الوحيد اللي بنغير فيه هو المومنتوم. ده شرح لما نختار بريشر بيزد في الحل. طب لو غيرت الادنسي بيز هيظهر لي ايه؟ يظهر لي قائمة مختلفة امبليست واكسبليست.
الام بليست والاكس بليست لهم علاقه بطريقه حل المعادلات في السي اف دي، هشرحهم خلال دخلنا في سي اف دي اكتر من البرنامج. تمام، بعدين احنا هنا هنسيب الخيارات زي ما هي او هنسيب الديفولت سيتنج. هو الام بليست طبعا افضل بكتير، ستيبل اكتر في الحل، بعدين هنسيبه زي ما هو. هننتقل يعني للخطوه اللي بعدها، لكن احنا هنا طبعا مضطرين بريجر بيز، بعدين هنرجع كل حاجة زي ما كانت زي ما موجودة. هندخل بعد كده على خطوة الكنترول. كنترول عندنا حاجة اسمها under relaxation factor. ايه هو ال under relaxation factor؟ لو جينا هنا فتحنا ال presentation تلاقي هنا في أول الشرح under relaxation factor اللي هو اليو اللي موجود في المعادلة is included to stability of the iterative process for the pressure based cell. ده له علاقة بال stability of the iterative process. phi عبارة عن المتغيرات اللي موجودة عندنا في المعادلات. تمام، بعدين أنا عندي phi new المستخدمة تساوي phi old زائد u اللي هو ال under relaxation factor مضروب في phi new predicted اللي هو متوقعة ناقص phi old. بين كل iteration و iteration لازم بعمل update للفايل عندي او المتغيرات اللي موجودة عندي variable، بضيف ال under relaxation factor عشان اعمل stability للحل. بعدين هو هنا شرح لك بيقول لك use default under relaxation factor to start a calculation. احنا ما بنغيرش فيها حاجة، بنسيبها زي ما هي. ليه؟ عشان انا لو زودت ال under relaxation factor الموديل هيبقى will be unstable، حل هيحصل له unstable ومش هيكمل حل and may fail to converge يعني مش هيكمل حل. لو قللتها الحل هيبقى stable اكتر، بس في نفس الوقت هياخد وقت اكتر في الحل. بعدين حتى هو شارح لك في الاخر يقول لك ان افضل حاجة ان انت تستخدم الـ under relaxation factor اللي موجودة في الجدول في حالة ان الحل انستيبل وعايز تخليه ستيبل بنغير فيه. نرجع دلوقتي للبرنامج. الاندر ريلاكسيشن فاكتور بيتراوح قيمته من الصفر لواحد، طبعا دي القيم المبدئيه اللي البرنامج هتطالب. احنا بنبدا الحل على القيم اللي موجوده دي. لو حصل ان الحل انستابيليتي او الاستيبل بتاعته قليله نبدا نغير قيم. ابدا اقلل البريشر خليه 2 من 10، مومنتوم بخليه 5 من 10، والتربلنس كاينيتيك انرجي 5 من 10، والتربلنس ديسيبيشن ريت 5 من 10. لكن احنا عشان هنا لسه نبدا الحل، بعدين بضغط ديفولت برجع الاندر ريلاكسيشن فاكتور اللي الديفولت اللي موجود عندنا. ممكن تلاقي بعض الفيديوهات على اليوتيوب او بعض المستخدمين بيحاولوا في اول الحل يقللوا البريشر ل 2 من 10 والمومنتم ل 5 من 10. ليه بيعملوا كده؟ هو بيبقى عايز الحل ما يحصلش فيه انستابيليتي او يعلي الثقل بتاعته، وفي نفس الوقت عادي ان الوقت حل بتاع الحل بتاعه بيزيد مش عنده مشكله. بعدين عادي لو شفت حد بيعمل كده، لكن احنا هنسيبها الديفولت بتاعها اللي موجود للبرنامج. وبكده هندخل للخطوه اللي بعدها الريبورت ديفينيشن. الريبورت ديفينيشن بستخدمها في حساب النتائج اللي انا محتاجها او محتاج البرنامج يطلعها. بعدين لو جيت ضغطت عليها مرتين تظهر لك القايمة ديت. طبعا عندنا هنا في تلات حاجات، دلتا تايم، فلو تايم، تريشن بير تايم ستيب. دول بيظهروا عشان انا هنا مختار ترانزيان تايم. لو اخترت السي دي مفيش ولا واحدة فيهم هتظهر. دلوقتي انا لو عايز احسب الفورس اللي بتولدها او التورك اللي بتولدها التربين دي، اضغط نيو هيظهر لك القايمة دي. أول حاجة هنا اكسبريشن هشرحها في الآخر. سيرفيس ريبورت ده ليه علاقة بالاريا، لو ضغطت عليه ليه علاقة بالباوندري كونديشن. لو عايز أحسب الاريا أو الماس فلو ريت فوليوم فلو ريت على حسب الناتج اللي أنا محتاجه، بحدد السيرفيس اللي موجود عندي. طبعا هو في التيتوي بيبقى عبارة عن اتش، بعدين بضغط روبرت فايل ده بيعمل لي ريبورت فايل على ببرنامج الوورد.
روبرت بلوت ده عبارة عن كيرف بيرسمهولي وهو بيحاج. بضغط اوكي ممكن اغير الاسم هنا على حسب الناتج اللي انا عايزه. تاني حاجة عندنا الفاليو اوف روبرت، لو ضغطت هنا بيظهر لي هنا ايه نفسها، بس ده ليه بالسيلز وون. مثلا عايز تحسب الماكس بريشر في الانر دومين او الاوتر دومين تختاره، عايز مثلا تحسب الميني فيلوسيتي تمبريتشر فيسكوسيتي على حسب الحسابات اللي انت عايز تحسب. انا طبعا مش عايز احسب اي حاجه في الحاجات دي. تالت حاجه الفورس ريبر، عندنا الدراج والليفت والمومنت والفورس. لو هنا جيت ضغطت على الدراج تلاقي هنا جايب لك الدراج كوفيشن والدراج فورس. طبعا انت على حسب انت عايز تحسب ايه تختار الجسم من عندك. انا هختار التربين، لو مثلا عندي اير فويل هتبقى اسميها اير فويل في خطوه المش، بختارها بختار هنا الريبورت فايل والريبورت بلوت، بغير هنا اسم للدراج كوفيشن او الدراج فورس بدوس اوكي. عايز الدراج فورس او الدراج كوفيشن بختار الواحده فيهم. عايز احسب الاثنين بعمل اثنين ريبورت، واحد للدراج كوفيشن واحد للدراج فورس. دلوقتي انا عايز احسب المومنت، ارجع تاني فورس مومنت اختار التربن وجدت هنا روبرت فايل وروبرت بلوت. ظهر لي حاجه اسمها فريكوانسي. الفريكوانسي ده بيقول لك انت بتسجل الحل كل مره ولا كل مرتين ولا كل ثلاثه. طبعا احنا بنسيبه مره براحتك، عايز تغيره تخليه مرتين ثلاثه براحتك. انا هسيبه مره زي ما هو، اضغط اوكي. قبل ما اضغط اوكي هسميه هنا مومنت، اضغط اوكي. بعد كده ظهر لي المومنت وظهر لي هنا برضه. انت ممكن من هنا بدل ما تفتح وتضغط مرتين بتضغط هنا نيو فورس مومنت على طول. بعد كده في حاجه فلكس ريبورت، ماس فلو ريت او الهيت توتال هيت ترانسفير ريت او راديشن هيت ترانسفير ريت. بعد كده فاضل الاكسبريشن، لو ضغطت عليه يظهر لك القايمة دي. القايمة ديت في حالة اللي انت عايز الريبورت مثلا يطلع لك المومنت. افترض انت عايز تضرب المومنت في الار بي ام بعد كده، وبدل ما انت تطلعه تعمله بنفسك يدوي هنخلي البرنامج هو يعمله لك. تمام. بعدين بتختار انت هنا الريبورت اللي انت عايزه سواء المومنت او اي حاجة تانية، سيلكت تضربه على طول في ار بي ام اللي موجود عندك او في روبورت تاني لو هو انت عايز تضرب اتنين روبورت في انه بورتين يعني في بعض. انت ضرب هنا في 40. تمام. بعد كده دوز ديفاين بتسميه مثلا مومنت مضروبة في اوميجا، اللي هي مثلا مش اوميجا يعني بين ار بي ام ديفاين كده ظهر له. هو يروح جاي يطلع المومنت ويروح جاي يضرب المومنت على طول في 40. تمام. لاحظ اللي هنا بيحللك بيجيب لك العرض او الكيرف اللي بيجيبه لك، بيجيب لك الحل لكل اتريشن المومنت كان موجود فيها كام. ده في الستيدي. في الان ستيدي الموضوع احنا بنحل تايم ستيب معين. بعدين في الان ستيدي او الترانزيانت بيجيب لك المومنت كل تايم ستيب. الموضوع ده هيظهر في الحل لما نيجي نبدا نحل. بعد كده بتقفل. انت كده خلاص اتعرفوا عندك هنا تأكد مومنت والمومنت ار بي ام. عايز تعدل عليهم بتضغط عليهم تعدل عليهم على طول. بعد كده الخطوه اللي بعد كده المونيتور. المونيتور عباره عن الشاشه اللي بتعرض عليها الحل. بعد كده لاحظ ان احنا الحل عندنا بيتعرض كل اتريشن بيجيب لنا قيمه المومنت اللي احنا عايزينه. بقول لك ازاي انت بتطلع من الكيرف ده اتريشن او قصدي المومنت اللي انت محتاجه. المونيتورز عباره عن الشاشه اللي قدامنا ديت اسمها مونيتور تعرض عليها الحل. بعد كده اوريك ازاي الحل بيتعرض في الفيديو اللي جاي فيديو الريزلت. ولاحظ ان الحل بيتعرض كل اتريشن، يعني مثلا بيجيب لنا قيمه المومنت في الاتريشن 1 والاتريشن 2 في الاخر بيعمل لنا كيرف. وانا هقول لك ازاي في الاخر بنطلع من الكيرف ده قيمه المومنت اللي هنستخدمها. في حاجه هنا مهمه لازم تعرفها اسمها الريزلت. لو ضغطت مرتين هطلع قايمة.
القايمة ديت بتخليك تتحكم في الـ Residual وإزاي الـ Residual بتعرضها. الـ Residual ديت عبارة عن الفرق بين كل iteration، تمام؟ كل iteration واللي قبلها تطرح الناتج iteration اللي قبلها تجيب الـ Residual. الـ Residual ده تعبير عن الـ Error، تمام؟ الـ Residual بيجي للـ Continuity والـ X velocity والـ Y velocity والـ Z لو في 3D، الـ Energy والـ K والـ Epsilon. احنا ملناش علاقة بكل حاجة الا بحاجة واحدة، الارقام دي. الارقام دي عبارة عن السكيل اللي في الرسم للريزيدو. طب بتفيدني بايه الارقام دي؟ في بعض الحالات بيحصل ان التغير بتاع الكونفيرجن بيبقى موجود، بس البرنامج مش راضي يعمل كونفيرجن، بيطول في الحل، لسه بيتغير الناتج بيتغير بس مش راضي البرنامج يعمل كونفرج ويوقف لك الحل. فبنيجي هنا نزود صفر او صفرين بعد العلامه في كل انا من الخانات دي، كل واحده هتزود فيها صفر او صفرين، فده بيروح جاي مسرع عمليه الكونفرج. تيجي ترجع الحل تاني تشتغل الحل تاني بيسرع كونفرج. وفي ناس في بدايه الحل خالص قبل ما يبدا الحل بيروح جاي مزودين الكونتينيوتي صفر او صفرين برضو. بعدين احنا هنعمل زود صفر عشان بيتفادى يعني ان يحصل عنده مشاكل في الكونفرجن. هندوس اوكي وكده يكون خلصت المونيتور. ندخل على الخطوه اللي بعدها انشاليزيشن. انشاليزيشن ليه علاقه بالانيشال فاليو اللي انت بتعرفها للبرنامج، بتعرفها للدومين بتاعك قبل تبدا الحل، تمام؟ عندنا هنا نوعين، نوع هايبريد ونوع ستاندرد. الستاندرد يخليك تحدد انيشال فاليو مانوال بايدك، يعني زي مثلا الجيتش بريشر، البريشر اللي موجود في الدومين، طبعا هل ده ضغط جوي ولا ضغط اقل من الضغط الجوي ولا ضغط عالي، الفلوستي الاكس والواي والزد لو في زد، في 3D هنا صفر وصفر، الفلويد هنا ما بيتحركش، تيربلانس كينيتيك انرجي اللي هي كي، تيربلانس ديسيبيشن ريت اللي هو الابسلون، والتمبريتشر هل مثلا درجة حرارة الجوية العادية ولا في درجة حرارة أعلى، تحددها من الـ Initial Value، تمام. النوع التاني الـ Hybrid. فرق بين الـ Standard والـ Hybrid، الـ Hybrid بيحل معادلات لابلاس وبيفرض البرنامج الـ Initial Value. طبعا الـ Hybrid أفضل بكتير من الـ Standard، بس في بعض الحالات أنا بضطر أستخدم الـ Standard، لكن في معظم الحالات بنستخدم الهايبريد على طول. وندوس انشالايز. لاحظ معايا طبعا قال لك هايبريد انشالايزيشن از دون. لازم الخطوه دي تعملها قبل ما تبدا الحل البرنامج. في حاجه ظهرت معانا اسمها الباتش، وضغط على الباتش هيظهر لك القايمه. في حاله اللي انت عايز تخلي دومين مثلا معين هو اللي في انيشال فاليو مختلفه عن الدومين التاني، بعدين بتحدد التغيير اللي انت عايز او الفاريبل التغير اللي انت عايز تخليه يتغير فيه الدومين عن الدومين التاني، تحدد الدومين اللي انت عايزه نور دومين مثلا، وبتحدد القيمة اللي انت عايزها. بنستخدمه الباتش ده في معظم الاحيان في مالتي فيز موديل، وقت ما بتعوز تحدد اكتر من فلويد. مثلا عندك تانك فيه نصه مية ونصه هوا، ترسم انت التانك اتنين دومين، تحدد الدومين اللي تحت مية والدومين اللي فوق، تمام. نقفل. بعد كده الكالكوليشن اكتيفيتيز اشرحها لسه، بس في البداية هشرح الران كالكوليشن. قبل ما اتكلم عن الران كالكوليشن هنراجع على التايم الستدي والترانزيت. الستدي بيتم فيه اهمال كل ترمات التايم اللي موجودة في المعادلات اللي بيحلها البرنامج، بعكس الترانزيانت اللي بيحسب فيها تايم مع المعادلات. وده يخلينا نتجه لشيء ان الاكيورسي بتاعت الترانزيانت اعلى من اكيورسي الستيدي، لكن في بعض الحالات بيفضل استخدام الستيدي زي حساب الدراج والليفت فورس. لو جينا في البداية اخترنا الستيدي عشان هيختلف معانا الران كالكوليشن باختيار التايم. في البداية اخترنا الستيدي ران كالكوليشن، لما اخترنا التايم سي دي ظهر لنا التاسك بيج ديت، طلب مننا حاجة واحدة وهي الـ Number of Iteration.
طبعا هي ملهاش أساس معين بتحدد عليه number of iteration، هي بالخبرة وبكثر شغلك على البرنامج وكثر ما بتحل مشاريع تقدر تحددها، لكن احنا لسه في البداية بنحددها مثلا بألف. لو الحل حصل له conversion عند 100 200 500 البرنامج بيقف لوحده، ما حصلش conversion قبل الألف بعدين هيجي عند الألف البرنامج هيقف، تبدأ تاني تعمل calculate مرة تانية يبدأ يعد 1000 كمان، ممكن تخليها 10000، ممكن تخليها 100000 براحتك، لكن هو انت كده لسه في البداية بتحددها 1000. تمام، نرجع تاني للتايم ونختار ستدي او ان ستدي او ترانزيانت، برجع تاني للران كالكوليشن بيطلبني 3 حاجات. طبعا التاسك بيتش مختلفة خالص عن الستدي، اول حاجه بيطلبها التايم ستيب سايز، تاني حاجه نمبر اوف تايم ستيب، تالت حاجه ماكس اتريشن بير تايم ستيب. اول حاجه معانا تايم ستيب سايز او الدلتا دي، الدلتا دي بتعبر عن ان البرنامج بيحل كل قد ايه. تمام، طب ايه هي القيمه اللي بتتراوح فيها التايم ستيب سايز؟ بص، قيمه اللي هي ما ينفعش لو قلت عنها الحل يبقى دقته قليله، او لو زادت عنها وقت الحل يزيد، هي من 1% لواحد من 1000. وطبعا خلي بالك ان كل ما قلت تايم ستيب كل ما كان الحل ادق، بس طبعا كده انت بتزود وقت الحل، فدينا احنا حطينا رينج 1 من 10 لـ1 من 1000. طبعا انا هخليها نص بينهم 5 من 1000. تاني حاجة معايا number of time step، number of time step دي بتعبر عن عدد ال time step اللي انت عايز تحلهم عشان يجيب لك زمن معين. طبعا انا افترض ان انا عايز احل البرنامج بتاعي، شو بتاعي عايز احل 10 ثواني، اروح جاي جايب ال 10 ثواني واقسمها على الخمسة من 1000 يديني 2000 time step. تمام كده انا بحل 10 ثواني، باجي اجمع التايم ستيب مع بعضها كده انا ما يبقى عندي 10 ثواني. اخر حاجه معايا وهي الماكس اتريشن بير تايم ستيب، لاحظ ان الاتريشن هنا بتحصل كل تايم ستيب مختلف عن الاستدي اللي بتحصل في الحل كله، بعدين هنا بتبقى قيمتها صغيره تتراوح من 30 لـ50، ولاحظ ان كمان كل تايم ستيب ممكن يحصل كونفرجن للحل، يعني هو بيحلش الـ50، لو أنا اخترت 50 مثلا ما بيحلش الـ50 كلها، مثلا conversion بيحصل عند 30 عند 25 عند 20 بيروح جاي ناقل على التايم ستيب اللي بعدها، ما حصلش conversion بيكمل الـ50 وبعد كده بيبدأ التايم ستيب اللي بعدها. تمام، بعدين هي قيمتها بتروح من 30 لـ50، بعد كده تبقى انت كده خلاص بتبدأ الحل على طول. بس في حاجة أنا مش شرحتهاش لسه، انت دلوقتي لما تيجي تعرض الحل هتعرض لقطة واحدة اللي بيقف عندها البرنامج، سواء في الاستدي حصل conversion او سواء في التايم ستيب بعد ما خلص number of time step حلها. بفرض انا عايز احفظ كل تايم ستيب عشان اعمل مثلا اجمعهم مع بعض واعمل فيديو 10 ثواني، والموضوع ده موجود في التايم ستيب في transient time، بس برجع هنا للكالكوليشن activities واطلب من البرنامج انه يسيف لي كل تايم ستيب، كل 2 تايم ستيب على حسب ما انا عايز. دوس كرييت سوليوشن داتا اكسبر يظهر لي القايمة. فايل تايب ده نوع البرنامج اللي انت هتعرض عليه الحل، زي احنا طبعا هنا في السي اف دي شغالين على برنامج سي اف دي بوست، في برنامج تاني زي انسايت ده صيغة تانية يقول لك انا هحفظه لك على صيغة انسايت عشان تعرضه على برنامج انسايت، او ناستاريان هو برنامج بتاع ناسا، او تيك بلوت طبعا بتختار البرنامج اللي انت هتشتغل عليه وتعرض عليه النتائج. طبعا البرنامج اللي بيستخدمه الانسيز سي اف دي اختاره يظهر لك كده، بعد كده بتختار الكوانتيتيز اللي بالبرنامج يظهرها لك في الحل هو بيسيبها لك. طبعا هو البرنامج بيحل كل الكوانتيتيز دي وكل الكميات ديت البرنامج بيحلها، بس انت بتطلب من البرنامج يسيف لك انهي واحدة فيها. طبعا هطلبهم كلهم، عايز تطلب
حاجة معينة، مثلا static pressure بس، عايز تطلب ال pressure وال velocity بس براحتك، لكن أنا بفضل أطلبهم. بعد كده بيقول لك أنا أحفظهم لك كل كام time step، كل واحدة، كل اتنين، كل تلاتة. طبعا أنا بحفظ كل time step لو عندي time step صغيرة زي 5 من 1000، لو حفظتهم مش هلاحظ التغير اللي بيحصل مع كل واحد. بعدين بنقللها شو بنكبرها شوية، بنخلي يحفظ لي كل 4 أو كل 5 تايم ستيب. تمام، طبعا ده المكان اللي انت بتحفظ فيه. ولاحظ معايا ان المساحة بتاعت السيب بتاعه بيبقى مساحته كبيرة. بعدين ما تحفظش في مكان يبقى ما فيهوش مساحة على الجهاز بتاعك، عشان لو حصل والبرنامج ملقاش مساحة البرنامج هيقفل منك ويحصل ايرور. بعد كده بدوس اوكي، يبقى هو كده حفظ او هيحفظ لنا كل 5 تايم ستيب، كل 5 تايم ستيب هيحفظ لنا الحل ساعتها. يبقى انت دلوقتي كده ترجع وتدوس run calculation هيبدأ يحل معاك. نرجع هنا للجرافيك نبدأ run calculation. قبل ما ابدأ الكالكوليت هنيجي هنا نزود الايتريشن ل 35. طبعا انا قلت كميتها بتتراوح من 30 ل 50. طبعا هو ممكن يبقى حد يعمل اقل من كده واكتر من كده، يعني ده مش قانون، انا بقول لك الافضل. يعني نبدأ الكالكوليت، يبدأ البرنامج يحل. طبعا ده انت لو عايز تقفل البرنامج تخلي الحل يقف. طبعا بدأ يرسم معايا الريزلت. لاحظ هنا لو جيت هنا كبرت البوكس ده تلاقي هنا ايه، كل لون ليه كمية معينة، continuity، velocity، الواي، الاكس، الانرجي. ولاحظ ان الانرجي عمرها مش هتتغير طول الحل عشان انا معملتش اختلاف في درجات الحرارة. لا التغير في continuity والvelocity والكي والابسلون بس. طبعا هو الحد دلوقتي ده الاتريشن اللي بيحل. طبعا انا عملت 35، عند 35 هنا هيجي يوقف ويبدأ تايم ستيب التاني. طبعا ظهر بعد اول تايم ستيب بيبدأ يظهر المومنت او الروبوت اللي انت طالب البرنامج يحسبه. اهو بدأ تاني. طبعا هو بيبدأ هنا من الاول تاني غير الاستدي. الاستدي لو انت جيت تحل الاستدي هتلاقي الكيرف ده نازل على طول بيثبت عند حاجة معينة، لكن في الترانزيانت بيطلع كل تايم ستيب بيبدأ من الاول. طبعا لو جيت هنا هتلاحظ اللي هنا بيقول لك ده تايم ستيب والفلو تايم. هنا الاتريشن بيبدأ هنا من 35 لحد 0. هو في البداية في أول حوالي 10 20 تايم ستيب بيبدأ يحل كل الإيتريشن، مبيحصلش كونفرجن. بعد كده بيبدأ يقلل عدد الإيتريشن بكل تايم ستيب، يعني بيحصل كونفرجن للحل كل تايم ستيب لحد ما يوصل إن يحصل كونفرجن كل 5 أو 6 إيتريشن، تروح جاي حاصل كونفرجن والحل يقف وينقل على التايم ستيب اللي بعدها. تمام، وانا طبعا هقعد وقت كتير عشان اشرح لك بعدين ايه انا بشرح لك اللي هيحصل. يعني ده كله عشان اخترنا البيزو. البيزو تبقى تخلي كل تايم ستيب بيحصل فيه عدد اتريشن قليل. ده وقف الحل. طبعا لو سبته يكمل هيكمل، بس انا في حاجة عايز اشرحها. في حاجة هنا صغيرة عايز اشرحها قبل ما اخلص. user defined function. user defined function او ال UDF، طبعا انت مش كل حاجة في ال CFD او في الفلوينت تقدر تديها امر من برنامج الفلوينت. تمام، بعدين انت في بعض الحالات تبقى انت عايز تدخل لها اوامر معينة مش موجودة هنا. في حاجة بتستخدم كود باللغة السي بتدخله للبرنامج. طبعا انترفوليشن بتدخل هنا كود من على الجهاز بتاعك مكتوب بلغة سي، بعد كده تستخدمه كأمر
في المكان اللي انت عايزه في البرنامج. بقى هحاول اعمل برزنتيشن فيها شرح خطوة السيت اب كلها، بس لسه مخلصتوش، بدأت اخلص فيه يعني، ان شاء الله لما اخلصه هنزله. وبكده يبقى فاضل لنا فيديو ريزلت. طبعا الريزلت تقدر تعرضها في الفلوينت الجزء ده او في برنامج سي في دي بوست اللي هو من الريزلت ده، لو ضغطت عليها يفتح لك السي في دي بوست. وبكده يبقى فاضل لنا كمان فيديو اشرح فيه البرنامج من اوله لاخره على المشروع اللي قدامنا ده، وازاي انت بتعرض الحل في برزنتيشن. وطبعا بعتذر ان انا اتاخرت في تنزيل الفيديو، وان شاء الله الفيديو التاني هنزله في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.